حلم نورة أيضا من بطولة نجمة لامعة وهي هند صبري التي تؤدي دور أم من طبقة كادحة تخطط للزواج من حبيبها بينما يقبع زوجها في السجن. لكن الأمور تتعقد عندما يحصل زوجها على العفو ويطلق سراحه. هذا الموضوع مثلث حب يعني شاهدناه في كثير من الأفلام العربية والأجنبية. ماذا ميز هذا الفيلم وما الذي جذبك للمشاركة فيه؟ أول شيء شخصية نورة، لأنه الشخصيات النسائية صارت نادرا ما تكون حقيقية أو يعني واقعية. حتى في السينما التونسية هناك دائما الجزء الستيريوتيب أو الجزء الرمزي الذي يرمز إلى كل نساء تونس أو يرمز إلى كل نساء العرب. أنا شوية مليت من هالحمل، صرت أحب أني أعمل شخصية واحدة، شخصية واحدة تكون عندها قصصها هي، قصتها هي، آدميتها هي، أذواقها هي، ماذا تحب ماذا تكره. نورة وجدت فيها هذا. كتابة هند بوجمعة كانت شديدة الخصوصية وشديدة في نفس الوقت الكونية. نورة ممكن تكون أي واحدة، أي ست، من السويد إلى تونس إلى اليابان إلى مصر إلى، لكن في نفس الوقت هي شديدة التونسية وهي في صراع داخلي إغريقي مثلث، رجلين، حب، الأطفال، ما هو أهم، علاقتي بأطفالي، عائلتي أم حياتي أنا كامرأة. وهذا اللي جذبني في فيلم نورة تحلم، أنه فيلم بسيط جدا لكنه فيلم عميق جدا. من المثير للدهشة أن النجوم العرب الذين يحضرون المهرجان ويتألقون على بساطه الأحمر عادة لا يشاركون في أفلامه، وتعد هند حالة فريدة إذ فضلاً عن حلم نورة شاركت ببطولة عدة أفلام فنية مصرية وتونسية منذ بداية مسيرتها المهنية على غرار زهرة حلب وعمارة يعقوبيان وأسماء، بجانب أفلام تجارية كان آخرها الجزء الثاني من الفيل الأزرق الذي يتصدر قائمة الأفلام الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية. كثير من الأفلام التي تقومين بها تعالج مواضيع حساسة، مواضيع اجتماعية، يعني مثل أسماء، حارة يعقوبيان أثار الجدل، هل تفعلين ذلك عمداً وما هي غايتك من فعل ذلك؟ طبعا افعل ذلك عمدا، وارى انه نحن كعرب يعني لسه لا نتحدث بسهوله عن مشاكلنا في السينما، او لا نتحدث بسهوله عن قضايا خاصه النسائيه تحمل يعني تساؤلات عن كيف يتم التعامل مع المراه في اشياء معينه، وذلك ما يجذبني الى فيلم مثل اسماء مثلا. طيب انت نجمه معروفه وهذا ربما يدفع النجوم العرب من الابتعاد من الأفلام الفنية لأنه مخاطرة، وأنت تخاطرين بمقامك كشخصية معروفة ومشهورة. صحيح. وأفلامك التجارية ربما تتأثر من ذلك. خاطرت أكثر لما اشتغلت تجاريا ولما نجحت تجاريا، لأني شايفة أني كان ممكن أعمل أشياء أكثر في السينما المستقلة وما عملتهاش، لأنه المنتجين الصغار والمخرجين الصغار يخافوا من النجومية، يخافوا من نجمة، يخافوا من موضوع الديفا، يخافوا أنه أكون متسلطة، يخافوا أني أكون غير قابلة للإدارة للدايركشن. فأنا كان لازم أبذل مجهود دبل وتريبل لكي أقنع هالمخرجين الصغار الجداد أني لست ماشين. نعم. مستغرب من هذا. صحيح. صحيح. أتوقع أن يتسارعون. لا، ليس في العالم أجمع هكذا إلا في العالم العربي. في العالم العربي يخافون من النجوم، وهذا اللي خلى هالتقسيم مثل ما قلت لك القولبة. هذا ربما يفسر لماذا الأفلام العربية المستقلة لا تجد إقبالا في العالم العربي. صحيح، لأنه الحل الوحيد هو أنه يكون النجم هو جواز السفر الذي يعبر به السينما المستقلة إلى جمهور هذا النجم. يعني لماذا لا نرى هذا الشيء كشيء إيجابي، أنه هذا النجم عنده قاعدة جماهيرية، قادر على أنه يجذب جمهور، قادر على أنه يجذب المال، لأنه في الآخر السينما هي يعني بيع وشراء. يعني زملائك النجوم العرب الآخرين مستعدين أن يخوضوا هذه التجربة مع مش كلهم، لأنه كثير منهم يخاف من هذه التسمية، مخرج فيلم مهرجانات. لكن أظن أنه أكثر مما نظن، يعني أظن أنه هناك عدد أكبر من النجوم العرب وعندهم هذا الاستعداد للمغامرة، لكن لا يجدون صدى مع المخرجين المستقلين. الممثلون العرب الذين يشاركون في تلك الأفلام المستقلة الفنية لاحقاً يشاركون في أفلام هوليوودية، أما النجوم العرب الذين لا يعملون على تلك الأفلام لا يصلون إلى الأفلام الهوليوودية. صحيح، هناك فصل حقيقي بين السينما التجارية والسينما المستقلة في العالم العربي، وأنا أظن أنه الكل خسران، الجمهور خسران،
التوزيع خسران، النجوم خسران، والسينما العربية خسران، والسينما العربية خسران.